هكذا سيدي اخر حاجه اخر شيء مسلم بس حاجه كبيره ولا صعبه صعبه بكره تفضل تفضل معناها نصف على الخفين وهكا مش يصير تصلي بيه، لكن خير مع الفور ولا مع العصر سبحان الله مثلا صبت مطارد بلد بجويرك ولا كذا، ما نشوفش وقت بيه، شو يعمل؟ يغسل يغسل صحيح. يغسل صحيح ويكمل. يغسل صحيح هذا بس، لكن إذا كان يكون وصول الماء إلى البحر ينزل ويغسل رجليك. لأن نأتي إلى درس جديد شكرا. إن شاء الله. التيمم كالعادة مشرح الكلمة والاستباحة ومن جديد التيمم. التيمم لغة هو القصد. التيمم لغة يعني القصد. يقال يممت فلانا، يقال يممت فلانا أي قصدته. يقال يممت فلانا أي قصدته. ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه. الآية بقيتها تعرفونها تنفقون ولستم يخبئ أنكم ولا تيمموا الخبيث منه أي لا تقصدوا، أي لا تقصدوا سورة البقرة الآية، أي لا تقصدوا الإنفاق من الخبائث، أي لا تقصدوا الإنفاق من الخبائث أي المحرمات. لماذا حسب رأيكم؟ الله طيب لا يقبل. نعم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما في الحديث، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما اصطلاحا، تعريف اصطلاح التيمم، وثم عدة تعريفات، لكن ممكن أقربها للمعنى نختار هذا إن شاء الله. التيمم هو طهارة ترابية، طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، بنية استباحة الصلاة ونحوها. هذا تعريف حكم التيمم. حكمه التيمم رخصة شرعت بالكتاب والسنة. التيمم رخصة شرعت بالكتاب والسنة. أولا من كتاب الله قوله تعالى قوله تعالى في سورة النساء قوله تعالى في سورة النساء وإن كنتم مرضى
أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. فما يخرج صوت الماء كذلك نفس الأمر تقريبا. أما السنة بعد دليل الكتاب، والصعيد هو وجه الأرض كما تعلمون سيأتينا، الصعيد يعني وجه الأرض التراب عموما. ما بين السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلمين، الصعيد الطيب وضوء المسلمين، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وحديث البخاري قال فيه صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فاصل. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، شبه عنوان أسباب التيمم. ما هي الدواعي التي تدفعنا إلى التيمم؟ نحن نجد الناس بين نقيضين، يعني طورة جفورة كما يقال، أما ديما غلو وشطط، يا إما إنسان تلقاها مرات عنده علة، عنده مرض شديد، عملية جراحية وعياذ بالله تعبان، ومع ذلك يصر على أن يغتسل وأن يتطهر بالماء مع ما فيه من الجزف أو من الأخطار ومن الأمراض. وبالمقابل فما ناس في غاية التسليم، تلقاها أبسط حاجة يتيمم، دقيت وشوكت عندي يتيمم، استبرد شوي يتيمم، لا أدري ماذا وقع لهم يتيمم على أبسط الأشياء. فهذا تساهل الكلام، وخير الأمور الوسط الوسيط وشر الفرط والتفريط. فإذا كان ثم عذر شرعي فيدين ينتقل الإنسان من الطهارة المائية إلى الطهارة التورانية. قال ابن أبي زيد الخرواني، هذه قولة جامعة ممكن لهذه الأسباب، قال ابن أبي زيد كما في الرسالة طبعا: التيمم يجب، شفت قال يجب التيمم، يعني يجب الانتقال الى الطهارة الترابية. متى؟ هنا سيبين. التيمم يجب لعدم الماء، يعني اذا عدم الماء، لعدم الماء في السفر، اذا يئس ان يجده،
إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده، وقد يجب مع وجوده، يعني مع وجود المال. إذا لم يقدر على مسه، إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر، إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع، لمرض مانع، أو مريض يقدر على مسه، أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر، وكذلك مسافر يقرب منه الماء، يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف، ويمنعه منه خوف رصوص أو سباع، ويمنعه منه خوف رصوص أو سباع، انتهى كلام النبي زيد القيرواني من الرسالة الفقهية. إذن فيباح التيمم، نضيف جملة، فيباح التيمم للمحدث، للمحدث حدثا أصغرا أو أكبرا، للمحدث حدثا أصغرا أو أكبرا في الحضر، في الحضر والسفر، في الحضر والسفر إذا وجد سبب، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية: أولا فقدان الماء، رقم واحد، أولا فقدان الماء الكافي للطهارة، كنقول الطهارة تشمل الغسل والوضوء، فقدان الماء الكافي للطهارة، كمن لم يجد الماء أصلا، كمن لم يجد الماء أصلا، أو وجده غير كاف، يعني لقى كاس ماء، شو عامل هذا؟ مش يغتسل به؟ أنت في حاجة للماء هذيك مش تشرب. أي لا، سيأتينا تفصيل إن شاء الله. قلنا كأن لم يجد الماء أو وجده غير كاف، فيلجأ إلى التيمم، فيلجأ إلى التيمم لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صلوا في ولما ثبت، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لمن اعتزل، قال لمن اعتزل الصلاة بسبب الجنابة، لمن اعتزل الصلاة بسبب الجنابة نقطتان،
إن شئت رفع قوس عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثاني حالة التي تدفع إلى التيمم ثاني سبب المريض الواجد للماء، المريض الواجد للماء، هذا إن شاء الله سنراه بعد قريب من 13، كن عنده إشارة أو اصطلاح فيما رأيناه. تفضل. ماذا تصنع بالتيمم؟ لا، ما هي مطالبة بصلاة الجماعة؟ المرأة تعود إلى بيتها وتتوضأ وتصلي في بيتها، لا تتيمم. أو المرأة ما انتقلت على الطوابير كأني كوف معينة، أنا محواس في السوق وقد يلف ذلك تبيح التيمم، تتوضأ في دارها. تفضل. مش خليها تعبس يعطي لك الوقت. تعمل حسابات قبل ما تخرج. مسألة حساسة، مش هو المراكب مو الراجل. مش تتوضا في القهوة المراكب من الراجل وتمشي في الشارع ولا تتوقع تدخل خمس متوضا. مسألة حساسة. ماهيش عاملة حسابها انها مش تبقى للوقت هذاك لا، إذا ما تعمل حساب إذا مسألة حطها في اعتبارنا كلنا نخرج في أي مشروع واحد هذيك راس مال. بس أما المرأة مش مطالبة مش تصلي في الجماعة. تصلي في دارها الوقت بس. ظهر عنده وقت اختياري وقت ضروري، المغرب نفس الشيء، الحمد لله. فالمساء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام وفي حديث جابر الذي حدث فيه عن رجل شج في رأسه
حدث فيه عن رجل شج في رأسه ثم احتلم، يعني أصبته جنابة، فألزمه أصحابه بالاغتسال بالماء، فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي يعني الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. فاصل. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا ما ضاعت خريجه رواه أبو داود. هل الحديث لا يوقع أنه هو معتمد كذلك لدائما أصيب في جسده من شيء؟ بعض الناس مرات تلقى عندها مشكلة في رأسها، عندها علة بتاع برد أو شيء من هذا، يعني تغتسل بماء حار وفي مكان دافئ وكذا، ولكن تصاب يعني بتعب شديد، عندها نسبة قوية وعندها حساسية أو ذلك، فلا يحل لها أن تتيمم، ولكن تعمل على رأسها خرقة وتغسل سائر جسدها وتمسح على شعرها على الخرقة وتصاب بالحمد لله، تصنع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان مرات في علة الجسد إذا بقى عنده جرح في يده عمل عملية على الأصبع وقام على جنابه، يستطيع أن يغتسل، يعمل كيس بلاستيكي على يده ويربطه ويبعد يده على الماء ويغسل سائر الجسد. متى ينتقل إلى الطهارة الترابية؟ إذا كان معظم الأعضاء مغرورة، راسه محلول وبطنه محلول ورجله، هذا الماء لا يستطيع أن يمس الماء. لكن إذا كان العضو متطرف يعني بعيد ليس في وسط الجسد ليس في أماكن حساسة، يستطيع أن يعزله وأن يستره بخرقة أو بكيس ويغسل سائر جسده. ذلك المريض الذي يجد الماء ولكن يعجز عن استعماله بسبب ماذا؟ بسبب الضغط. ثلاثة، الذي يجد الماء ويخاف من استعماله. كان يخشى
رؤوس مضرة. كمرض الزكام أو حمى شديدة أو نحو ذلك، خاصة إذا كان الماء باردا، خاصة إذا كان الماء باردا ويعجز عن تسخينه، فعن عمرو بن العاص، قال: لما بعثت في غزوة ذات السلاسل، احتلمت في ليلة شديدة البرد، فأشفقت، يعني خاف على روحي، فأشفقت بينما تطيب شيء، إن اغتسلت، يعني جملة اعتراضية، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك له، فقال يا عمر للورقة، سرق عمر، فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت، ذكرت قوله تعالى، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء. فتيممت ثم صليت، فصل. فضحك عليه السلام ولم يقل شيئا، رواه أبو داود. فضحكه عليه الصلاة، وسكوته إقرار للصحابي، على فعله، وهو دليل على جواز التيمم خشية حدوث مرض،
أو زيادته أو زيادته. الحالة الرابعة الشيخ الأخيرة العاجز أو فاقد القدرة على استعمال الماء. أو فاقد القدرة على استعمال الماء. مثال مثل الذي لم يجد لم يناوله الماء. تلقاه عاجز مشلول على كرسي متحرك لا يستطيع ان يصل الى البيت مشكور يساعده كالعاجز الذي لم يجد من يناوله الماء او اخراجه له من البئر يعني تلقاه شكون يخرج له الماء او اخراجه له من البئر انسان مقعد مثلا مريض أو كالمكره على عدم الذهاب إلى الماء. كالمكره على عدم الذهاب إلى الماء. يقول له تمشي للحمام ونقتلك. مثلا لا يستطيع أن يذهب. إنسان مسجون مثلا في مكان. كالمكره على عدم الذهاب إلى الماء. أو كالخائف على نفسه. أو كالخائف على نفسه عند جلب الماء عند جلب الماء من نص أو مجرم من نص أو مجرم أو سوع أو كالمحتاج أو كالمحتاج لمقدار الماء أو كالمحتاج لمقدار الماء للشرب أو لطبخ الطعام فهذا الماء يترك ويعتبر في حكم المفقود بسببها ننتج الى التيمم. العنصر الاتي صفه التيمم سنراها ان شاء الله. وتفضل يكون عنده سؤال او استراح او استفسار. تفضلوا. قد يكون قالت بعض الأمراض الجلدية اللي تطلع عدم المساس بالماء كما السفر في اليدين مثلا احنا قلنا ان العطب يجي في اليدين فقط نجم
أصلهم لي وما نتركوش الطهارة. أو كي ما نغسلش يديا نجي نغسل وجهي ساقيا نمسح راسي وبنيا معظم الأعضاء نسها الماء فنتوضأ إذا كان عندي حدث أكبر فنستطيع أن أتصل جسمي كامل إلا اليدين نقرطهم بأكياس بلاستيكية نربطهم ونغسل. إذا يجتهد ربي قال فاتق الله ما استطعتم من باب الاستطاعة واسعة والحمد لله. نفس الشيء يربط أكياس ويحط ساقيه فوق ويرقدوا في حوض بعض ويعني يعانوا في الغسل ينجم يسلخ إن شاء الله. وفي الوصفين فردي ما يمسح على كفين؟ والله أمر آخر. والمستبعد أنه مرض يبقى 40 يوم واحد ما يغسلش بالسنة نجي هذا البيت. معظم الأبلة دي بتاع الدواب العربي معظمها عادة بتاع شعوذة خرافات من أنزل ربي المسلطان. أصلاً اللي حابب لك خلق 40 بالسنة يعني بين 40 باش تقطع العلاج وتقطع على ربي سبحانه وتعالى. يعني ليه ما أظن تنفع الإنسانية، لكن إذا كان جرح موجود وفيه ضرر لما يمسه الماء فواحد يحرم عليه أنه يستعمل الماء خاطر الضرر مش يزيد يعمل جريرة أو يعمل عصابة فاصمة نفاف ويتوضأ ويمسح على المكان هذاك ينفض يديه بدل ما ينفض ويمسح. المسحه الجبيره او العصاره شفناها. طيب السفر وكذا ينجم يتوضا مره واحده وينشفها مليح ويستعمل الادويه يتشيح ويلبس جوار ويقعد يمسح مثلا خمس صلوات لا باس. اما المبطل جنب ما عادش يتوضا لا ما جاش لانه معظم الاعضاء مسحنا الحمد لله. يجتهد الواحد. تفضلوا. هات سرني على بلاك الزيتون وعلى القروض والدوية والكتب والختام. سبحان الله. يعني تشيلوا لهم؟ تهيألك هي يشيلوا لهم الدار والدار 30 مليون تولي ب 40 ولا 40 مش يقسطوا هذا هذيك هي. هذه ما فيها شبهات ما تجاوبش عليها. ما نفتيش كما نقول لك. تسلم العالم تشوف ان شاء الله. الدنيا هذه ابتلاء كما قال عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نحن في السجن ناكل كعك ورقة نرقد في المكانز والمسايز نعمل دار في السين شيخ ومكيف لازم ابتلاء لازم سبحان الله. أعمل إيجار ولا حول بين دارك لو أنا في تونس أعمل إيه؟ يعني إيجار يعمل حرام أعمل كيف؟ سبحان الله نصبر ولو ياخذ قطعة أرض شوية كل شهر يرمي يا جوع يا ربي حذر بعد 10 سنين يعمل ستيل يسكن فيه دار بأربعين خير ويعمل دار بسرعة وياكل الأعصاب ويتعذب في القبر. فالناس كلها تستعجل لازم نعرسه في نفس العالم ونعمل سيارة شعبية ونعمل دار وكل شيء مع بعض الصغار في سنة كل شيء يستعجل. تفضل. بالنسبة لي وين يجب يغتسل بعد وجود الماء الدافئ؟ هو على جنابة مثلاً؟ لا، إذا كان عنده حدث أكبر يهم بأن يغتسل يا ميت يا ميت إذا ماشي وسط بينهم فيتنظف ويزيد النجاسة ويبدل ثيابه وبعد يتم إصابة أخرى مش هو فقط. أي توقع أي توقع ولدينا نوجه خطاب دي خاصة بالذكور لأنه توقع مرات المقوم على جنابه ولا يدري ما تجيش ما تجيش على باله ما يحسش حتى شيء منام وكذا وأحلامه ويتورط فيتوضا راجل ويمشي للجامع يصلي لكن بعد كي يرجع البيت يلقى ثياب فيها بلل فيكتشفهم على جنابه الصلاة نتاعو باطلة لكن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم صلوا على طهارة ولا ذنب لهم ولا معهم حتى مشكلة. فهو يعاود يبدل ثيابه ويرفع الحدث ويعاود الصلاة نتاعه ويكثر الأقل ولا يثم عليه لأنه مسكين ماهوش متعمد. لكن ديما نصير الشيء لما نقول لهم الحضارة
خاصة بعد النوم، سواء كان نوم تاع قيلولة أو نوم تاع ليل، الواحد لما يمشي يتوضا يتفقد روحه، مش مطالب معاه باش يغسل أعضاء وكذا، ولكن يتفقد روحه ما عندوش حاجة، وتقطع عليه طاقة وجود. تفضل. نفس الدار سمحت كان نفس حالة تكون مع المرأة يعني هي تدل في الصلاة وحاول في أثناء الصلاة يعني. خلال الصلاة يعني؟ أي في الصلاة. أي إذا كان وقعنا في الصلاة تقطع الكلام. لم تنتبه. لا بأس ممتاز. ما لم تنتبه ربي يكتب لها إن شاء الله أجر كامل. حتى لو حاط في الصلاة وكبرت تكبيرة الحرب بعد ذلك وقع على الأرض تكتب لها إن شاء الله صلاة كاملة صلتها والحمد لله. واضح؟ لا بأس، مش حتى مش يعني شيء طاقة، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد طبع هذه الأشياء، فكما في الحديث وفي عمومة الخطأ والنسيان المستكره عليه فهذا شيء فوق طاقة الإنسان، لا ليس له قدرة على دفعه. واضح، أعطوا 10 دنانير أخت المسكين. إذا كم الساعة اللي فيكم؟ 45. طيب إذا نشوف موسيقى التيمم السوق الجاي إن شاء الله. قبل ما تسمعون استغفر الله ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم أحكم حقك يا رب العالمين. إيش عملوا جماعة التكفير والهجرة؟ ها؟ ليه؟ أنا رحت تاخذوا اليوم عطلة وغدوة عطلة، ما حكم التشقير الحاجبين مع العلم أن الأخت منقبة وذلك قصد الزينة لزوجها؟ هذا يسميه بالفرنسية تاتواج. ماشي تاتواج. لا هذيك النزعة تاتواج لا نزعة تاتواج. تشقير شنو هو؟ تغيير اللون. تفتح معناها سيدي الشعر الزائد حاجب بس بغنون البشرة معناها مع يعني باش ما تنزعوش ولا تسبوا حيلة وفي حال اختلاف العلماء في هذا الامر ما حكم من يقوم به مع العلم ان الشيخ العثيمين اجازه هو لجنه الافتاء لا تجزم اذا ما دام اجازه الشيخ العثيمين عم يكون من العلماء اجازه علاش اجازه لانه هو ما فيهوش تنحية الشعر يعني حقيقة الشعر ما حاجة تبدل شكله وكذا أما فما حاجة أخرى هذايا التطواج هذايا إزالة الشعر بالليزر هذا لقيت خبر من الجريدة ممكن فرصة جاية نجيبه لكم نعرف فيها على الأهل يعني في إعجاز سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص في حكم تتصور النمص والنزع الشعر يسبب العمى والعياذ بالله عنده آثار رهيبة على الأعصاب بتاع اليمين وعلى المخ والجهاز العصبي خبر جميل أنا ممكن نعمل عليه تعليق في حصة من البرنامج جميل جدا وأنا زمان كنت مولع بحكم اشتغلت لمدة في الإعلام وكذا فكنت مولع بالأخبار الإعلامية والنخبة ونعطيها جوال إسلام ونعلق عليها إسلامية فعاد من الطامات الانتشار مثل هذا العمل فأثبت الطب الحديث أن النسوة اللي يمارسوا العمل هذايا نزع الشعر والنمص يعني مصابون بالعمى والعياذ بالله خبر علمي يعني مؤكد فهذا يبين علاش النبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص والعياذ بالله. ربي ثبتنا وربي وفقنا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه غفور رحيم والله اعلم واحكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى.